السلام عليكم. السلام عليكم شمسين، الصوت واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله. الصوت واضح مع الناس كلها يا جماعة ولا في مشكلة؟ ايوه واضح. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في واضح هناخد تمام يا نعم؟ دكتور شريف. مش منسي في مشكلة؟ تمام. يا باشمهندسين، يا دكتور اتفضل. الصوت كده واضح مع الناس كلها افضل كده ولا في مشكله؟ طيب، واضح يا دكتور. زي ما بنتكلم كده مع بعض ان شاء الله هنبتدي ناخد النهارده حاجه خفيفه كده نص ساعه كمقدمه، وان شاء الله المره اللي جايه هنبتدي نطول شويه بحيث ان احنا كل مره او كل اسبوع هنحاول نخلص شابتر كامل من الكتاب. احنا عايزين ناخد تقريبا 8 شباتر او 7، فان شاء الله ممكن بعد البعض في حاجة مش منسين. انا مبدئيا بسجل عشان لو في مشكلة مع حد. بعض التشابترز ممكن تاخد مننا اسبوعين لانها بتبقى طويله شويه. زي ما اتكلمنا كده المره اللي فاتت في الكليه، ان الكتب بتاعتنا او التكست بوك اللي احنا هنشتغل بيها زي ما قلت ليك اللي هو الستيل ديزاين والحاجات دي كلها انا بعتها للناس. الكود اللي احنا هنشتغل منه الاصدار الاخير اللي عندنا اللي هو ال 15th edition، وفي بعديه بس مش طبعا ال 15th edition اللي مبعوت للناس ده كامل بالجداول بكل حاجه. في بعديه اصدار حصل فيه شويه تغييرات بسيطه بس في الايكويشنز اللي هي السبيسيفيكيشن بس اللي هو ايه الاي اي سي سي 360 16، بالإضافة للكود الخاص بالأحمال اللي هو المينيمم ديزاين لودز اند اسوشيتد كرايتيريا فور بيلدينج. ده برضو إن شاء الله هنعوزه في الشغل بتاعنا لما نيجي نعمل لودينج، بالذات لو أنت في شغل ريليتد للمشروع أو للمسائل الخاصة بالكود الأمريكي. يبقى هي ديت الكتب أو التكست بوك اللي إحنا إن شاء الله هنعوزها مع بعض، مش هنعوز اكتر من كده، وانا بعتها للناس كلها. بالاضافه لساعات بنعمل مقارنه بين الكود المصري القديم الكود بتاعنا والكود الامريكي، فالكتاب اللي هو خاص بعين شمس برضو من ضمن الكتب او التكست بوك اللي انا بعتها للناس كلها. بالنسبه للمحاضرات زي ما قلت ان شاء الله بعد كده هيبقى في ميعاد ثابت للناس كلها، ده مش اختياري، هيبقى يوم الجمعه الساعه 7 ان شاء الله. ماشي، يبقى من أول المرة اللي جاية الميعاد مش اختياري عشان ظروف زي ما قلت، في الغالب أنا ممكن خلال أسبوع أو أسبوعين أبقى بدي المحاضرات مش من مصر، فالميعاد بتاعنا هيبقى ثابت يوم الجمعة الساعة 7. بالنسبة لطلبة الماستر اللي معانا، المحاضرات دي أساسية أساسا لطلبة الماستر وللأدفانسد جريد للطلبة بتوع مشروع ستيل. ماشي، والكورس ده بتدرس كده بره، بتدرس لتو ديفرنت كاتيجوريز عندنا بالذات اللي هو طلبه الماستر او البوست جراد ستودنتس والطلبه المتفوقين شويه او اللي فوكس مور على الستيل او الادفانسد ستيل. فاوريدي الكورس ده بتدرس بره سواء اندر جراد او بوست جراد، ليه بس الاندر جراد لفئه معينه، الناس اللي هتاخد مشروع ستيل او الناس اللي هتبقى متخصصة في البرانش ده. بالنسبة للأسسمنت بتاعتنا خلال السمستر، الهوم ووركس عندنا
بالنسبة لطلبة الماستر أو الناس اللي هتمتحن، الهوم ووركس عندنا هتبقى 30% والفاينل اكزام بيبقى 70%، كل واحد حسب اللائحة بتاعته. نبتدي ندخل كده مع بعض على الكورس هنغطي فيه ايه السنة دي. زي ما احنا شايفين كده مع بعض، لو بصينا كده احنا معظم المنشأ ده شكل منشأ قدامنا، هو معظم العناصر اللي جوه المنشأ اللي قدامنا ده هنصممه، يعني معظم الحاجات اللي قدامنا دي هنصممها. الممبرز كلها هنصممها، الممبرز ان شاء الله كلها، سواء عندي تراس او عندي فريم، الممبرز تراس او فريم ممبرز زي البيم والكولمز، كل العناصر دي هنصممها. طب وايه كمان؟ كونكشن، سواء كونكشن في تراس او الكونكشن اللي هي بتوين الرافتر تو رافتر او البيمز مع بعضيها، او بتوين البيمز اند الكولمز، يبقى الكونكشنز الممبرز ايفن تراس ممبرز البيمز الكولمز، كل الحاجات ديت كلها ان شاء الله هنحاول نغطيها مع بعض. هنغطيها سواء بالثيوريتيكال بالايكويشنز اللي هي في الكود، وهنبتدي نفوكس مع بعض اكتر على ازاي هاو تو يوز سم بروجرامز such as stat pro or idea statica or even limcon لديزاين different elements عندنا، سواء ديزاين الاليمنتس او ديزاين الكونكشن. طبعا لان معظم الاكواد ديت او معظم البرامج ديت هي اوريدي شغاله دايركت ويز الامريكان كود اخر فيرجن اللي هو 360 16، فاوريدي انت لو عايز تصمم حاجه وعايز تطلع الكالكوليشن شيتس بتاعتك هتعرف تطلعها دايركت في فروم ذيس بروجرامز ايزلي ويز لاست ابديتد اديشن فروم الكودز اللي انا ذكرتها ليك قبل كده. طيب عشان تبقى فاهم هو يعني ايه اناليسيز، يعني ايه بتكلم، يعني ايه بعمل اناليسيز فور اني ستراكشرز، لاي ستراكشر يا جماعه عندنا في عندي حاجه اسمها الاكسترنال فورسز. الاكسترنال فورسز بتعمل لي ايه؟ الاكسترنال فورسز ديت بتعمل لي اكزيرت للفورس على الممبرز، فبيتولد ايه اوريدي في انترنال فورسز ويل بي جنريتد هتتولد انسايد الممبرز. ايه الانترنال فورسز اللي عندنا اللي احنا عارفينها؟ الاكسيال فورس، شير فورسز، والبندنج مومنت. دول المين ستريننج اكشن اللي احنا بنقول عليهم، الاكسيال والشير فورسز والبندنج مومنت. نتيجه الجنريشن اوف ذيس فورسز اور انترنال فورسز هيتولد عندنا ايه تاني؟ الستريسز، اجهادات على الممبرز دي، وسترينز. طبعا احنا ما بنتعاملش في السترينز في الديزاين، احنا مينلي بنتعامل مع الستريسز ايه عندنا في الديزاين، زي الاجهادات بقى اللي اتولدت عندنا. الاجهاد اللي بتولد ده اسمه الاكتشوال ستريس، يبقى الريزلت فروم الاكتشوال فورس اور الشير فورس اور البندنج مومنت، ايه الريزلت يا جماعه؟ الريزلت اكتشوال ستريسز. الاكتشوال ستريسز ديت we will compare it with the permissible stresses ماشي، او ال allowable stresses. وهو ده الديزاين، دي فكره الديزاين عندنا، ان احنا we will come up with the actual stresses and we will compare it with يا جماعه with ال allowable stresses or the permissible stresses. طبعا لو ال actual stress كان less than allowable stress أو permissible stress اللي عندنا يبقى ده design بتاعي safe. طيب لو كان exceed أو greater than permissible or allowable stress يبقى ده design بتاعي is not safe. ماشي، يبقى هي دي الفكرة العامة في أي مادة، مش steel بس أو steel or concrete design of wood structure design any material عندنا، هو ده الكونسبت العام. external forces will generate internal forces, internal forces will end up with axial forces or shear forces عندنا or bending moment. الحاجات دي كلها
بتترجم في النهاية خالص stresses على the members, actual stresses. We will compare the actual stresses with the permissible stresses. وهو ده الديزاين. الاكتوال شود بي ليس ذان البرميسبل اور الالاوبل ستريسز عندنا. ماشي؟ طيب. بعد كده عندنا لو جينا بصينا بعد كده اللي قدامنا ده، اللي قدامنا ده الستريس سترين، معلش ده الستريس سترين كيرف للماتيريال عندنا. ماشي؟ يبقى ده الستريس سترين كيرف للماتيريال عندنا. لو جينا بصينا مع بعض كده طبعا كلنا فاكرين الشكل اللي قدامنا ده، ده الستريس على الرأسي اكسس الرأسي، وده السترين على الهوريزونتال اكس. طبعا ده طالع منين؟ من التست بتاع التنسايل تيست. انا لسه باعت لينك لحاجه مهمه جدا مش عندنا، اللي هو الشكل التجربه اللي احنا بنعملها سواء في الستيل او في اي ماتيريال عشان نطلع الستريس سترين كيرف بتاعها. عندنا شويه كونسبت مهمه جدا يا جماعه لازم نفتكرها مع بعض، اللي هو الالاستيك زون عندنا. طبعا ببتدي احمل بفورس، بقسم الفورس على كروس سكشنال اريا، بطلع ستريس، ونتيجه اللي انا بعمل بشد الممبر بتاعي بتولد سترين. طبعا فاكرين تعريف الاستريس هو فورس على اريا كروس سكشنال اريا. طب والسترين دي الدلتا ال، طبعا لما باجي اشد بيحصل استطاله، دي الدلتا ال على ال نود اللي هو ايه الانيشال لينس، الدلتا اللي عندي الديفرنس بتوين ال ال وال ال البريور اير اللي عندي مقسومين على الانيشال لينس بتاعي ده اسمها ايه؟ ده اسمه السترين. الالونجيشن اللي عندي او الاستطاله اللي هو الطول الكلي اللي عندي ده برضو مقياس للدكتيلتي بتاعتي. شوف الممبر بتاعي ده دكتايل ولا مش دكتايل. وفي عندي حاجه كمان اسمها اليانجس مودلس. اليانجس مودلس اللي هو ايه؟ ميل الخط المستقيم اللي في الاول ده اللي هو الالاستيك زون. طبعا انا عندي في حاجه اسمها البروبورشنال ليميت اللي هو just before ال yield point اللي عندي، وبعد كده دي اسمها ال yield point او منطقه او جهاد الخضوع، وبعد كده ببتدي يحصل حاجه عندي اسمها ايه؟ strain hardening او strain hardening. يبتدي الماتيريال تتشكل وتبتدي البارتكلز بتاعتي تتشكل وتبتدي تشيل اجهادات تاني بعد ما كانت وقفت عند نقطه الخضوع. بنسمي الجزء ده اسمه السترين هاردنينج، وبعد كده بنوصل لمرحله النيكينج والفيلير اللي هو الانهيار والكسر بتاع الماتيريال بتاعتي. خلي بالك الحاجات دي كلها بعتها لك ان ديتيلز في اللينك اللي انا بعته عشان تفتكر كل الحاجات القديمه دي، ان الحاجات دي مهمه جدا عندنا. طيب هل حد من الناس اللي موجوده يعرف في فرق ايه الفرق بين حاجه اسمها الانجينيرنج ستريس والترو ستريس؟ هل حد سواء اندر جراد انت خدتها او بوست جراد، ايه الفرق بين الترو ستريس والانجينيرنج ستريس؟ حد يرد عليا؟ هو الانجينير ده اللي هو بيبقى ديزاين، والترو الترو ده اللي هو الحقيقي بيبقى اعلى بكتير من اللي انا بصمم عليه يعني. طيب في حد تاني يا جماعه عارف الاجابه؟ الانجينيرنج اللي احنا بنتوقع انه هيحصل عشان نصمم عليه ونتوقع الاسوء، اما الترو فده الحقيقي. فاحنا اعتقد ان احنا الانجينيرنج بيكون اعلى من الترو بحيث ان احنا نكون سيفين اكتر، بحيث ان لو الترو وصل للماكسيمم كيس اسوء كيس ممكن نكون احنا واخدين احتياطاتنا ومسيبين. نسينا كل حاجه خدناها في ماتيريال قبل كده. حد فاكر؟ دي معلومه مهمه جدا بتبين ان انت عندك بيزكس ولا لا. حد من الناس اللي موجودين ديت كلها فاكر؟ احنا معانا 21 طالب، حد فاكر؟ طيب. طبعا الثاني اللينك اللي انا بعته لك حاول تذاكره كويس تفهمه كويس، دي حاجه بتخليك متميز عن غيرك وتوضح انت فاهم ولا مش فاهم اي حاجه. الانجينيرنج ستريس يا جماعه اللي احنا بنتكلم عليه، بقسم الفورس على الاريا. مش انا كل وانا بعمل اختبار شد لاي سيخ حديد بعمل ايه؟ بزود الحمل. طيب الحمل الزياده ده لما اجي اقسمه على الاريا ايه اللي بيحصل؟ بيديني اجهاد. الاجهاد ده اللي هو موجود على الكيرف قدامك ده.
خلاص يبقى فورس على اريا ده اسمه انجينيرنج ستريس. طب ايه حكايه الترو ستريس ده؟ انت خلي بالك وانت لما بتيجي يا باشمهندس تعمل شد للماتيريال يا ترى الكروس سكشنال اريا بيبقى ثابت ولا بيبتدي يتغير؟ بيبتدي يتغير، بيقل ولا بيزيد يا جماعه؟ كروس سكشن لما اجي اشد ماده اشد سيخ حديد واختبره كروس سكشن بيقل ولا بتزيد الاريا؟ بيقل يا دكتور. بيقل. طيب يبقى في حاجه اسمها الترو ستريس اللي هو الفورس على الاريا بعد ما قلت، وعشان كده الترو ستريس هو اكبر من الانجينيرنج ستريس، هو ده الحقيقي، لان المفروض بقسم الفورس على الانستينيوس انستينيوس اريا اللي عندي او الاريا اللي موجوده او الاريا الحاليه اللي عندي المتاحه، بحيث ان انا بقسم فورس على الاريا الصغيره مش الاريا الاوريجينال. لكن ايه خلي يبقى النقطه دي واضحه مع الناس ولا لا؟ واضحه ان انا في عندي غلطه بنغلطها، بس ليه بنغلطها؟ عشان نسهل الدنيا، بقسم فورس على الكروس سكشن الاريا الاصليه وخلاص، ده اسمه ستريس، وده بسميه انجينيرنج ستريس لان ده اللي انا بتعامل معاه بيننا وبين بعض كمهندسين وعشان الموضوع يبقى سهل. لكن في حاجه اسمها ترو ستريس، ستريس حقيقي. ستريس حقيقي ده جاي منين؟ ان انت كل ما بتشد السيخ الحديد، سيخ الحديد ده الكروس سكشن الاريا بتاعته بتقل، فالمفروض انت تقسم الفورس على الاريا الحقيقيه اللي هي كل شويه تقل كل شويه تقل. ماشي يا جماعه؟ يبقى ده اسمه ترو ستريس. وبالمثل بقى في علاقه بتجيب انجينيرنج سترين وفي علاقه عندي ترو سترين. طبعا ترو سترين معقد شويه ماشي، لان الترو سترين بقى مش حاجه لينير واضح صريح، لا الترو سترين بيدخل فيه تاثير الاستطاله وتاثير كمان ان انا القطر بتاعي بدا يقل. فالترو سترين اللي عندي لما باجي بحسبه بحاجه اسمها الناتشرال لوغاريزم عندنا اللي هو اللين ال-N بتاعتي 1 زائد السترين الحقيقي الانجينيرنج سترين. يبقى العلاقه اللي بنجيب بها الترو سترين هي لين 1 بلس السترين العادي او الانجينيرنج سترين. طبعا زي ما قلت للناس كلها يا ريت الناس تفتح اللينك اللي انا بعته للناس على الجروبس بحيث ان هو يبتدي يفتكر كده ويعمل ريفرشمنت للمعلومه المهمه ديت جدا اللي هي بتخليك متميز شويه، اللي هو ايه الفرق بين الانجينيرنج ستريسز اور سترينز وترو ستريسز اور سترينز يا باش مهندسين. ماشي؟ يبقى في فرق عندي بين الانجينيرنج ستريس وسترين، طبعا ده اللي انا بتعامل بيه عشان اسهل على نفسي، لكن في حاجه ثانيه ادفانسد بالذات للناس اللي هتشتغل فاينايت اليمنت، فعندي حاجه ثانيه مختلفه خالص اسمها ايه؟ اسمها ترو ستريس ايه اور ترو سترين. ماشي يا جماعه؟ يبقى لازم النقطه دي تبقى ايه؟ واضحه معانا شويه. إيه بعد كده لو جينا بصينا مع بعض إيه ده، طبعا الستيل اللي فات ده كان ستيل ايه؟ داكتايل. عرفت ان هو داكتايل ليه؟ بص كده معايا، يعني الناس كلها تفكر كويس ايه الفرق بين الصوره ديت والصوره اللي فاتت. ليلد الفرق بين ده والستيل ده والستيل اللي فات؟ هل في حد شاف فرق بين الفرق بين الكيرف ده والكيرف اللي بتاني اللي انا وريته لك دلوقتي؟ الخضوع اللي انا لو انا ما عنديش اجهاد خضوع بالشكل اللي عندي ده ده داكتايل وده بريتل، بعرفه منين؟ من البلاتو اللي قدامنا ده. دي حتى عشان بس نبقى عارفين المسميات، لما بيبقى عندي بلاتو ييلدنج بلاتو، يعني ايه كلمه بلاتو؟ يعني هضبه او حاجه افقيه زي دي كده. ده وجود الييلدنج بلاتو ده بيديني انديكيشن ده داكتايل ستيل. طيب لو انا ما عنديش الموضوع ده، لو انا عندي الكيرف على طول بالشكل ده والداكتيليتي قليله عندي والالونجيشن قليل، ده بسميه بريتل او هاي سترينث ستيل. طيب ازاي في ستيل زي ده نطلع مكان اليلد؟ لو احنا فاكرين انتوا كنا بنعمل خط موازي
على بعد كام؟ على بعد offset 0.2% 100% عشان ايه؟ نعمل خط موازي، والخط ده اول ما يقطع الكيرف كانت النقطه دي اسمها ايه؟ اليلد سترينث، لان ما عنديش بلاتو عشان اطلع منه اليلد سترينث. يبقى السترين اللي هو مقداره كام؟ 0.002 is usually selected and this method of determining the yield strength is called ايه؟ اللي هي ال 0.2% offset method. ماشي، طبعا احنا عارفينها من زمان ازاي نطلع اليلد سترينث للنوع ده من انواع الستيل. خلاص، يبقى ده الستيل اللي هو الهاي سترينث ستيل. طبعا في الهاي سترينث ستيل ما فيش ييلدنج بوينت صريحه، بس الاجهاد بتاعه بيبقى ايه؟ بيبقى اعلى. طبعا الاجهاد ده بيزيد ازاي؟ ايه الفرق بين انواع الستيل المختلفه؟ بيجي مينلي عن طريق الكومبوننت، الكومبوزيشن بتاعي، الكومبوزيشن بتاعنا اللي جوه او الكومبوننتس بتاعتنا. لو انا عندي ييلد ستيل او الييلد بلاتو في الستيل او المايلد ستيل اللي عندنا ده بسميه بلين كربون ستيل، اللي هو الموستلي الايرن والكربون بس، ونسبه الكربون قليله كام؟ less than 100%. طيب افرض بدات ازود نسبه الكربون عندي وبدات اضيف اديشنال كومبوننتس، ماشي، بدات اضيف بقى كومبوننتس اور الويز ثانيه، ببتدي ادخل في نوع ثاني من الستيل بسميه اللو الوي ستيل يعني، ماشي. بس ده برضه ستيل الايرن والكربون نسبتهم كام؟ less than 500%. طب افرض بقى عايز هاي الوي or special steels الاجهاد بتاعها عالي قوي بقى كمان، ابتدي ازود ايه؟ ازود نسب الالويز اللي عندنا ديت اكتر منين؟ من 500%. بيزد على الكومبوننت دي يا جماعه زي المغنيسيوم والكروم والحاجات دي كلها اللي بتدخل عندي عشان تزود اجهاد الستيل. طبعا كل ما الاجهاد الستيل بيزيد ده بيأثر على ايه؟ بيأثر على الدكتيليتي بتاعتي بتاعت الماتيريال. طبعا زي ما هنشوف كده مع بعض نبتدي نراجع الحاجات ديت في الكتاب في التكست بوك عندنا وفي الكود. انواع الستيل بقى مش عندي بقى ستيل 37 وستيل او 36 وستيل 44 وستيل 52، لا، الجريدز اللي احنا هنستخدمها مع بعض ونبتدي نشوفها مع بعض في الكود. نبتدي نفتح الكود بقى وندور على الصفحات ديت لان هنستخدمها كتير مع بعض. ايه الجريد A36؟ وفي عندي من الجريدز المشهوره دايما عندي اللي هو الجريد والاي 572 جريد 50، وفي عندي الاي 992. ديت اشهر الجريدز اللي عندنا اللي احنا بنستخدمها في الستيل. طبعا وفي تصنيفه كويسه جدا في الكود الامريكي، ايه بيقول لك كل نوع من انواع الاليمنت، يعني لو عندي انجل يا ترى الافضل لها تتعمل من اي نوع من انواع الستيل ديت، بيقول لك لو انا عندي اي بيم، لو انا عندي سي شانل، اي حاجه من الحاجات دي كلها في جدول عندنا في الكود هنبتدي ناخده مع بعض المره اللي جايه في الديزاين. بيقول لك مفروض لو انت عندك انجل الافضل اللي انت تصنعها من اي نوع من انواع الستيلز اللي قدامك. طبعا بيزد على نوع الستيل بيبقى عندي نقطه اليلد بوينت والتنسايل سترينث اللي هو الالتيميت تنسايل سترينث نسبته كام او القيمه بتاعته كام، او والالونجيشن في ان 8 انشز لو انا عندي عينه طولها 8 انش، يا ترى الالونجيشن نسبته هتبقى ايه؟ قد ايه في العينه ديت؟ زي ما احنا شايفين في الاي 36 اليلد بتاعي كام؟ 36 كي اس اي. طب والالتيميت بتاعنا كام؟ من 58 ل 80 كي اس اي. طبعا الوحدات عندنا هنا هتبقى مختلفة، حتى انت تخلي بالك في الموضوع ده وانت شغال هتلاقي الوحدات مختلفة عندنا لو انت شغال بأي برنامج من البرامج اللي بتعتمد الكود الأمريكي. طبعا بنشتغل بالوحدات اللي هي ايه؟ اللي هي الأمريكان يونتس أو اليو سي اي يونتس، اللي هي الإنش عندي كوحدة لينث، والباوند عندي كوحدة الفورس بتاعتي الباوند أو الكيلو باوند عندي. في عندي الوحده اللي قدامي ده اجهاد، يعني ايه كي اس اي ده؟ ده كيلو كي يعني كيلو عندي باوند بير سكوير انش، كلمه اس ديت معناها سكوير انش
يبقى كيلو باوند بير سكوير انش عندي ده الكي اس اي او البي اس اي اللي هو باوند بير سكوير انش. هنبتدي ان شاء الله نبقى فاميليار بالحاجات دي كلها الوحدات بالامريكان كود اللي هي الكي اس اي او البي اس اي او الفيت عندي او الفوت على حسب الوحده اللي انا بستخدمها عندي. طبعا عارف ان هو 12 انش 12 انش بتاعتي بيبقى كام ده ايكوال ل 1 فوت. بالمسائل هتلاقي نفسك فاميليار بالموضوع، هتلاقي الموضوع سهل جدا مش فيه مشاكل خالص. موضوع الوحدات اللي هي ايه اليو اس اي يونتس. طبعا السكاشن عندنا طبعا زي ما احنا عارفين وقلنا قبل كده الناس كلها عندي نوع كم نوع من انواع الستيل او السكاشن. في عندي الهوت رولد ستيل سيكشنز وده لينك لشكل طريقه تشكيل الهوت رولد. طبعا محدش يقول لي ان الستيل بيتصب، طبعا انا وضحت الموضوع ده السنه اللي فاتت في ستيل واحنا بنشرح الستيل في سنه ثالثه ان انا القطاعات بتاعتي مش بتتصب. امال ايه يا جماعه القطاعات اللي قدامك دي كلها متضرفه على السخن، في ضرافيل هي اللي بتطلع الشكل اللي قدامك ده. الستيل في الحقيقه يا جماعه بيجي عن طريق بلومز مكعبات كده، الكروس سكشن بتاعه بيبقى مربع وباطوال كبيره. عندنا البلومز اللي عندنا ديت بنبتدي ندخلها على ضرافيل تبتدي تضغط في الجنب ده ومن فوق بحيث تحس ان هي خالص تديني الاشكال اللي قدامي دي. فيا ريت نبتدي نعمل سيرش كده على موضوع الهوت رولد ستيل سكشن بروسيس، ازاي بنطلع الشكل اللي قدامي ده من الرولينج. يبقى ده مش بيتصب وبيطلع لي بالاشكال دي، لا امال بيطلع منين؟ نتيجه رولينج بروسيس بيطلع لي. فين طبعا رولينج بروسيس بضغط برولات بضرافيل، ففي النهايه خلاص لازم اضغط والحديد سخن عشان ايه اعرف اضغط يعرف يستجيب معايا بسهوله. ماشي يبقى الرولينج ذا ستيل وايل اتس still hot ماشي to the desired shape زي ما احنا شايفين قدامنا ده، بحيث ان انا في النهايه خالص اطلع الشكل اللي انا عايزه سواء اي بيم سواء سي شانل سواء تي سيكشن سواء انجل من غير ما نفقد الدكتيليتي بتاعتنا. ماشي طيب لو جينا بصينا بعد كده بقى ايه اهم الهوت رولد سيكشن، ايه اهم الحاجات دي عندنا واسامي القطاعات ايه عندنا في الكود الامريكي. اول حاجه عندنا في القطاعات واهمها قطاع اسمه الدبليو شيب. ماشي الدبليو شيب. طبعا الاسامي او الحاجات ديت كلها الدايمنشن ديت وشكل الكيرف وشكل القطاع ديت كلها موجوده في ستاندرد. من اي ستاندرد او اي ماتيريال عايز تختبرها لازم تختبرها بابعاد قياسيه، يعني ما ينفعش اجيب سيخ اي سيخ حديد باي قطر عشان مثلا اختبره، اي قطاع ما ينفعش اجيبه الا بدايمنشن معينه. الكيرفتشر اللي قدامك ده اللي بين الفلانجه والويب كل الحاجات ديت اكوردنج ليه يا جماعه للامريكان ستاندرد اوف تيستنج ماتيريالز اللي هي الاي اس تي ام. لازم لما تيجي تعمل اي اختبار في الدنيا تدور على الاي اس تي ام بتاعته. زي ما قلنا اول قطاع عندنا اللي هو الدبليو شيب ده بسميه مثلا قطاع دبليو 18 اللي هو الدبليو 1850. يبقى الدبليو 18 تايمز 50 اللي قدامي يعني ايه بقى دبليو 1850؟ الدبليو ده اول لتر من كلمه وايد فلانج شيب. يبقى انا وانا عندي اي بي من الفلانجه بتاعته عريضه اللي احنا كنا بنسميه الاتش بي في القطاعات الاوروبيه او القطاعات المصري اللي احنا بنشتغل بيها ده اسمه ايه عندنا في الكود الامريكي؟ هنسميه دبليو شيب. اشمعنى سموه دبليو شيب؟ عشان القطاع ده بيبقى اي بيم بس الفلانجه بتاعته وايد عريضه عشان كده بنسميه الوايد فلانج شيب او الدبليو شيب كابريفيشن او اختصار ليه بنسميه دبليو فلانج شيب بنسميه دبليو شيب بس. ده consists of two parallel flanges separated by a single web زي ما احنا شايفين فلانجتين وبينهم ويب. طيب بنسميه ايه بقى او typical designation بتاعه هيبقى ايه؟ W18 times 50 where W indicate زي ما قلنا لايه indicate لايه indicate للwide flange. طب ال18 ديت indicate لايه؟ للdepth nominal depth الدبس بتاع القطاع بتاعي
parallel to the web هيبقى 18 inches ماشي. طب ال 50 ديت عبارة عن ايه بقى؟ ال 50 ديت الويت وزن الفوت الادم من طول القطاع ده بالباوندز. يبقى وزن ال 1 فوت عندي بالباوندز ده ايه؟ هيبقى 50 pound per foot of length. يبقى ال 50 is the weight in pounds per foot of length. يبقى انا بسمي القطاع بحاجتين، بديبسه الدبس بتاعه اور النومينال دبس، وكمان يا جماعه والوزن، لان انا ممكن الاقي في دبس تاني 18 والوزن ايه التخانات قلت فالوزن ايه فالوزن قل، التخانات زادت فالوزن زاد. يبقى لما اجي اقول لك W 18 تايمز 50 معناها ايه؟ ال 18 ده النومينال دبس، ال W ده الوايت فلانج شيب، وال 50 اللي هي عباره عن ايه؟ ده الويت ان باوندز بير فوت اوف لينث. نفس الكلام القطاع الثاني اللي عندنا اللي هو برضه مشهور ومستخدم اللي هو يا جماعه الامريكان ستاندرد شيب اللي احنا بنسميه الاس. يبقى الاس جايه منين؟ من الامريكان ستاندرد ابريفيشن لكلمه ستاندرد ماشي. نفس الحكايه داي بيم، طبعا في اختلافات في التخانات وفي عرض الفلانج زي الاي بي اي والاتش اي بي اللي عندنا استخدمناهم قبل كده. يبقى هو سيميلر تو ذا دبليو شيب، هو اي بيم، بس الفكره ايه؟ ان هو نفس الحكايه في تو بارل فلانج وسنجل ويب، يعني نفس اي بيم يعني، بس الديفرنس ايه؟ الديفرنس في البروبورشنز اللي عندي، النسب بتاعتنا ماشي. يبقى في مشكله العرض التخانات الحاجات ديت كلها مختلفه شويه ماشي. وايه كمان؟ في فرق جوهري واضح ان اديشن اللي هو الاوتسايد فرنج يا جماعه بتاعته والانسايد فيس بتاعها مش بارل ماشي. هناك كان في الدبليو شيب الفلانجه بتاعتنا السطح بتاع الفلانجه اللي فوق واللي تحت كانوا بارلل متوازيين، لكن هنا الانسايد شيب الانسايد فيس بتاع الفلانجه بتاعتي مش بارلل وذ ريسبكت تو الاوتسايد فيس. يبقى هنا في مشكله عندي عندي اللي ايه في سلوب في الفلانجات عندي، الانسايد فيس بيبقى فيه سلوب زي ما احنا شايفين كده. ده ميزه او ده فرق جوهري بين الاس شيب والدبليو شيب، ان في عندي سلوبنج في الانسايد فيسز بتاعت مين؟ بتاعت اوف الفلانجز اللي عندنا. بس نفس ايه؟ نفس الديزجنيشن بقى، يعني نفس التسميه، نفس النيمنج بروسيس بتاعتنا اللي هو ايه؟ بسميه اس 18 تايمز 70. يعني ايه اس؟ يعني ده امريكان ستاندرد. يعني طيب 18 النومينال ديبث، طب 70 قلنا ايه قبل كده؟ يعني ايه 70 يا جماعه؟ ده الويت بتاعنا ان باوندز بير فوت، بيبقى كام؟ بيبقى 70 باوندز. يبقى انا عندي الوزن بتاعي بير فوت بيبقى كام؟ بيبقى 70 باوندز ماشي. طب بعد كده عندي ايه؟ الانجل شيبس اللي هو الانجل بنسميها ايه؟ الابريفيشن بتاع الانجل هو الليتر ال. طب الانجلز بتاعتي ممكن تكون ايكوال اور ان ايكوال ليجز ماشي. فيرجنز طيب لو انا عندي ايكوال ليج بسميها ايه؟ مثلا ال 6 تايمز 6 تايمز 3 كوارترز ماشي، او ان ايكوال ليج زي ايه؟ ال 6 تايمز 4 تايمز 5 8 ماشي. طبعا اللينس الاولاني ده اللينس بتاع الايه؟ ده بتاع الليج بتاعتنا، واللينس الثاني ده اللينس بتاع الاذر ليج اللي هي الرجل الثانيه. منين القياس؟ بنقيس من الكورنر اور الهيل اللي هو الكعب لحد التو لحد النهايه اور الان. يبقى دايما لما باجي اقيس الرجل بقيسها منين؟ من الهيل للتو اللي عندنا، او اللي هي من الكورنر للاند اوف الانجل خلاص. طيب هنا ما بنذكرش بقى الويت، نذكر الليج دي والليج دي اند الثيكنس. طب الثيكنس بيبقى عباره عن ايه؟ دايما خلي بالك الثيكنس بيبقى مضاعفات ال 1/8، مضاعفات ال 1/8. خلي بالنا السيشن ده هيفصل دلوقتي وان شاء الله هندخل نكمل تاني. مضاعفات ال 1/8 يعني ايه؟ 1/8 اللي هو الثمن. طب وبعد كده 2/8 اللي هو ايه؟ الكوارتر اللي هو الربع. بعد كده 3/8
اللي هو 3 اثنين، وبعد كده الفور ايتس اللي هو الوان هاف، وبعد كده الفايف ايتس، وبعد كده